انتصارا عظيما للشعب المغربي. ونقول له انه بمجرد ان يتم تنفيذ طلبات مطالبنا سوف نعود للعمل بظروف احسن وبصحة احسن. وتحية نضالية لأهل تاج العظماء. البداية أكون مرشد سعيد المصوري الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية من أولمبيا للشؤون. في البداية نوجه التحية لكل المناظر الإعلامية التي ساندتنا في هذه يعني المسيرة الاحتجاجية ديالنا. بطبيعة الحال هذه المسيرة هذه كتجي تنفيذا للبيان الوطني رقم 9 أو بيان التنسيق النقابي الثماني اللي يعني حتى على يعني مسيرات جهوية إقليمية من بعد ما كانت مسيرة وطنية والتي قوبلنا فيها بطبيعة الحال بالقمع بالتوكيل بطبيعة الحال لا لشيء سوى أننا كندفعوا على حقنا كنطالبوا بحقوقنا العادلة والمشروعة. احنا موظفون ماشي احنا مشينا باش نديروا الفوضى أو لا، ولكن مسيرة سلمية يتم قمعها ويتم إيقافها ما عرفناش علاش. والشيء الذي زاد تأجيجا للوضع والشيء الذي خلانا ان النقابات او النقابات يعني التنسيق النقابي الوطني انه يصعد في البيان كما بيان رقم 9 واعلن على يعني مقاطعه يعني او لا يعني الاضراب 5 ايام، اضراب مفتوح 5 ايام حتى نشوفوا هذه الوزاره الصماء، هذا رئيس الحكومه اللي كينهج هذا يعني الاذان الصماء تجاه مطلبنا يعني او ملفنا المطلبي. فنقول له نحن لا شيء غير النضال، النضال ولا شيء غير النضال بتحقيق حتى تحقيق المطالب. بطبيعه الحال الملف المطلبي ديالنا كيهم 27 نقطه، لا تنازل على اي نقطه. الحكومه يعني في يعني اللقاء الاخير اللي دعات فيه يعني من خلال وزير الصحه انه يحضر مع النقابات ويجمع النقابات ويشوفوا الاتفاق، بدات الموافقه ديالها على بعض النقاط الا انها ما وقفتش على النقاط الاخرى. نحن لا نقول الملف المطلبي كاملا مكمولا 27 نقطه. من هذا المنبر نقول لجميع الهيئات النقابيه والتنسيق الثماني بطبيعه الحال نحن مستمرون في التنسيق النقابي، نحن مستمرون في التنسيق النقابي رغم كيد الكائدين. تحيه نضاليه عاليه لكل المنابر الاعلاميه بطبيعه الحال ولكل الضمائر الحيه اللي ساندتنا هذه المسيره الاحتجاجيه. وشكرا لكم. الثماني لقطاع الصحه النقابي لقطاع الصحه، حيث اول حاجه كانت نستنكر ما قطاع ونستنكر ما وقع في الرباط يوم الاربعاء الاسود من قمع وتفويق وسياسه الترهيب والاعتقالات بالجمله والعنف اللفظي والجسدي الذي تعرضنا له احنا كتجربه وقوه امتحيه. كنا في مسيره غير سلميه، ما عرفناش علاش تلقاو نفس الطريقه الوغ كو في التلفزيون وفي وسائل التواصل كنشوفوا ان الحكومه كتقول تثمين الموارد البشريه في قطاع الصحه. في الرباط ما كان الا تعويم للاطر الصحيه. اذا وعندنا كما شفتوا الحوار العقيم اللي حولت الحكومه مؤخرا، نحن لا عندنا محضر، عندنا محضر موقع جنبير اواخر يناير ينزل. حنا ما عندناش علاش نتحاوروا معاهم، عندنا مضامين ديال المحضر خصو التنزيل فقط. الحوار علاش؟ دوزنا الاف جوالات الحوار، الحوار دابا ما غينفعناش. كما شفتوا مضامين البيان الوطني خرج بإضراب مفتوح، رحنا كنزلوا كاع مسحوق في مسيرات وقفة جهوية يكونوا وقفات تقدر يكون في الصعيد الى اعتصامات جهوية وإقليمية. أولا المحافظة على صفة موظف عام عمومي، وكنوجه من رئيس الحكومة كنقول له هذا مطلب لن نتنازل عنه مهما
عمومي. انا دخلت موظف عمومي غادي نبقى موظف عمومي الى الممات. هذا مكتسب هذا مكتسب دفعوا عليه جدودي. باش تجي انت بجرة قلم تقول لي وليتي من موظف عمومي المستخدم راه ما غنسكت. تحية نضالية وشكرا لك. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.